بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم تتضمن مناقشة بعض المسائل المحلولة والمتعلقة بإيجاد limits للبولينوميال فاكشن and rational فاكشن عندما x تقترب من البوزيتيف أو نيجاتيف infinity. نأتي الآن لمناقشة إيجاد limit للبولينوميال فاكشن. لنأخذ المثال التالي: limit 2x 11 minus 5x 6 plus 3x سكوير بلس 1. وكما بينا في المحاضرة السابقة، لحل أو لإيجاد الليمت لهذا النوع من الدوال نتبع ما يلي: أخذ عامل مشترك هو x11 أي أعلى قوة لx في الدالة، وكما نعلم أن جميع الحدود المقسمة على x تقترب من الصفر عندما x تقترب من الانفينيت. لذلك فإن ناتج جمع الحدود التالية 2-5 over x5 plus 3 over x9 plus 1 over x4 تساوي 2 عندما x تقترب من الانفينيتي، وفي نفس الوقت x11 تقترب من الانفينيتي عندما x تقترب من الانفينيتي. لذلك فإن الليمت لهذه الدالة هو الانفينيتي. لنأخذ المثال التالي: limit of 2x cube minus 12 x square plus x minus 7 عندما x تقترب من الماينس انفينيتي. نتبع نفس طريقة الحل، حيث يتم أخذ عامل مشترك وهو x cube أي أعلى قوة لx في الدالة، وكذلك فإن جميع الحدود المقسمة على x تقترب من الصفر عندما x تقترب من ماينس انفينيتي. لذلك فإن ناتج جمع الحدود التالية 2 minus 12 over x plus 1 over x square minus 1 over x cube يساوي 2 عندما x تقترب من الماينس انفينيتي، وكذلك x cube تقترب من الماينس انفينيتي عندما x تقترب من الماينس انفينيتي. لذلك فإن الليمت لهذه الدالة عندما x تقترب من ماينس انفينيتي هو ماينس انفينيتي. الآن نناقش إيجاد الليمت للراشنال فاكشن. لنأخذ المثال التالي: limit of 2x plus 5 over x square minus 7x plus 3. لإيجاد الليمت لهذا النوع من الدوال يجب قسمة كل من البسط والمقام على x square أي أعلى قوة لx في المقام، لنحصل على limit of 2 over x plus 5 over x square over 1 minus 7 over x plus 3 over x square، حيث ان جميع الحدود المقسومة على x تقترب من الصفر عندما x تقترب من الانفينيتي. لذلك فان الليمت لهذه الدالة عندما x تقترب من positive infinity يساوي لنا صفرا. ايضا فيما يخص الـ rational function، لنأخذ المثال التالي: limit of 3x cube minus 4x plus 2 over 7x cube plus 5 عندما x تقترب من البوزيتيف انفينيتي، حيث نلاحظ ان اعلى قوة لx في البسط يساوي اعلى قوة لx في المقام، وفي هذه الحالة ايضا يتم قسمة كل من البسط والمقام على اعلى قوة لx في المقام والذي يساوي x cube، لنحصل على limit of 3 minus 4 over x square plus 2 over x cube over 7 plus 5 over x cube، حيث ان جميع الحدود المقسمة على x تقترب من الصفر عندما x تقترب من ال positive infinity. لذلك فان الليمت لهذه الدالة هو 3 over 7. المثال التالي يوضح كيفية ايجاد الليمت rational function عندما تحتوي على جذر تربيعي. limit of 4x minus 1 over تحت الجذر التربيعي x square plus 2 عندما x تقترب من ال plus infinity، حيث ان اعلى قوة لx في البسط هو 1، وكذلك اعلى قوة لx في المقام ايضا 1، لان x square تحت الجذر التربيعي يساوي x، وفي هذه الحالة يتم قسمة كل من البسط والمقام على أعلى قوة لx في المقام والذي يساوي x، لينتج
الليمت اوف 4 ماينس 1 اوفر اكس اوفر تحت الجذر التربيعي 1 بلس 2 اوفر اكس سكوير، وحيث ان جميع الحدود المقسمه على اكس تقترب من الصفر عندما اكس تقترب من البوزيتيف انفينيتي، لذلك فان الليمت لهذه الداله هو 4.